السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة عن الواقعة اللي قلبة اليوب كلها بسبب قطعة جاتو يا جماعة. واحد يتقتل ويتذبح قدام عياله قدام مراته وقدام أمه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لكم تفاصيل الخبر. كمان أتكلم معاكم النهاردة عن الفنان صبري عبد المنعم اللي اتعرض لعملية نصب وطلع كتب منهم لله خسروني تحويشة عمري وبقى منهار جدا بعد ما اتنصب عليه. أقول لكم تفاصيل الخبر. أتمنى منكم لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. بصوا يا جماعة، ابتدي معاكم بواقعة اليوم اللي الدنيا كلها بتتكلم عليها. واحد صاحب محل واقف بيبيع في المحل بتاعه حلويات يتقتل على ايد جاره بسبب حتة جاتو، حتة مش دستة ولا تورتة ولا حاجات غالية كتير، لا ده حتة جاتو خلت جاره يقتله ويذبحه قدام بناته ومراته وامه. هقول لكم تفاصيل الخبر. بيقول لك شيع المئات من اهالي قرية كلمة مركز اليوب جثمان الشاب محمد حرب صاحب محل حلويات الذي راح ضحية مشاجرة بسبب قطعة حلوى اشترتها طفلة منه ورفض اعادتها او ترجعها عندما طلبت ذلك لعبسها فيها، فتشاجر معه اربعة من اقارب الطفلة ونهالوا عليه بالاسلحة البيضاء فلقى مصرعه في الحياة. خرجت الجنازة من مسجد قرية كلمة لتشييع جثمان الفقيد للمقابر وسط انهيار اسرته ووالدته وزوجته وبناته الاربعه الذين شهدوا الحادث داعين الله له بالرحمه والمغفره ولذويه بالصبر والسلوان. اقوال شهود العيان في مقتل صاحب محل باليوب كشفت التحقيقات مع شهود العيان في الواقع امام جهات التحقيق وفي محاضر الشرطه ان المبنى عليه يدعى محمد حرب لديه محل حلويات وذهبت اليه طفله تبلغ من العمر 14 سنة تطلب منه استرجاع قطعة جاتو اشتريتها منه بمبلغ 15 جنيه ولكنه رفض لوجود عبث بها لتعود مرة أخرى ومعها أربعة من أسرتها، حيث اندلعت مشاجرة بينهم وقاموا بالطعنه بالسكين بالرقبة والصدر أمام بناته الأربعة ووالدته وتركوه غارقا في دمائه وفروا هاربين. بيقول لك وتلقت الأجهزة الأمنية بالأليوب اختار من شرطة أليوب بحدوث مشاجرة ومصرع شخصي بقرية كلمة دائرة المركز، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة شخص يدعى محمد حرب صاحب محل حلويات إذا اشترت منه طفلة قطعة جاتو ب 15 جنيه زي ما قلت لكم وجات عشان ترجعها له فرفض بسبب العبث ومش عارف ايه، وجرى نقل الجثة للمستشفى وصرحت الجهات المعنية بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث، وألقت أجهزة الأمن بالأليوبية القبض على اثنين من المتهمين وحبسوهم أربعة أيام على ذمة التحقيق وجاري البحث عن المتهمين الاثنين الهاربين. هما كانوا أربعة، اثنين اتمسكوا واثنين هربوا. وادعى المتهمان في التحقيقات أن سبب الجريمة هو معاكسة الضحية لابنة المتهم الأول، فيما نفت أسرة الشاب الراحل رواية المتهمين مؤكدة أن سبب الواقعة هو طلب الطفلة استرجاع قطعة الحلوى بعد العبث بها وهو ما رفضه المجني عليه ليفارق الحياة بسبب تعدي أسرة الطفلة عليه بالضرب والأسلحة البيضاء وفقا لبيان الداخلية. بصوا يا جماعة أنا هحكي لكم الموضوع بالعامية. يعني محمد حرب ده عايش في اليوم عنده محل جاتوه، فاتح محل حلويات بسبوسة وجاتوه وتورتة والكلام ده كله. جات له بنت الجيران دي اللي عندها 14 سنة قالت له انا عايزة حتة جاتوه، نقلها حتة ب 15 جنيه وادها لها. البنت راحت مشيت بعد ساعة رجعت له خد انا عايزة ارجع الحتة دي، قال لها ليه؟ قالت له انا مش عايزة دي. راح قال لها ماشي خدها ورجعها لها، ادها واحدة تانية ب 15 جنيه برضه هي خدت الحتة التانية دي رجعته مرة، رجعت مرة حتة الجاتو بعد كده جت تاني مرة جايباها عشان ترجعها تاني. الله أعلم بقى الحر بوظها ايه اللي حصل، بس لقت زي ايه سايحة أو متقطع منها أو حاجة أو ممكن تكون وقعت من البنت. فالبنت جت قالت له أنا عايزة أرجعها لتاني مرة، قال لها بقى وأنت كل شوية هتجيلي؟ هو أنا مش رجعتها لك أول مرة؟ مش هينفع، وبعدين دي متقطع منها
مش هينفع ان انا احطها تاني وابيعها للزباين، خديها بقى ومفيش ترجيع. البنت بقى ايه، لا ازاي، انا ازاي انت ما ترجعليش الجاتوه تاني مره. راحت قالت لابوها وعمها والكلام ده كله. ينزلوا جري 4 اشخاص، ابوها وعمامها، يمسكوا محمد حرب ده، دخلوا عليه انت ازاي ما ترجعش حته الجاتوه للبنت. قال لهم البنت لعبت فيها وكلت منها، وكان الناس طبعا شاهدة على الواقع عشان بيقولوا ده بيعاكس بنتهم. فقال لهم انا مش هينفع ارجعها، بنتكم مقطعه منها وخلاص يا عم، انتوا نزلتوا وانا هاخدها ارجع، هديكوا الفلوس وتروح تشتري من حد تاني. قال له اللي جم طبعا اللي هو ابوها وعمامه زعقوا معاه، وانت ازاي وانت بتتنك علينا، هو انت ايه، ونازلين بقى مش في دماغهم ان هم بس يتكلموا معاه عشان حته جاتوه، لا ده نازلين بقى معاهم شوم واسلحه وسكاكين وكل حاجه ايه زي ما بيقولوا كده يستخدموها في العركه. راحوا نزلوا ضرب فيه بقى، يجري منهم يمين وشمال مش عارف يجري، ادوله كذا طعنه في صدره وعملوا في اللي انا قلت لكم عليه بسبب حته جاتوه، بسبب حته جاتوه ب 15 جنيه ها، وهم اللي غلطانين يعني. رجع لها مره والتانيه جايه ترجع له مرضيش، يمسكوه يقتلوه. 4 متهمين في الواقع، مسكوا 2 واتنين هربانين. لا حول ولا قوه الا بالله. الموضوع الثاني موضوع الفنان صبري عبد المنعم اللي طلع وقال انا اتنصب عليا منهم لله خسروني تحويشه عمري. في تعليقه الاول على واقعة النصب عليه في الشقة التي يمتلكها في مبلغ 900,000 جنيه، اكد الفنان الكبير صبري عبد المنعم انه تعرض لعملية نصب افقدته تحويشة العمر بعدما اكتشف ان الشيك الذي تحصل عليه نظير قيمة الشقة مزور ولا يوجد له اي حسية في البنك. عندما ذهبت الى البنك لصرف الشيك بعد بيع الشقة اكتشفت ان الشيك مزور ولا يوجد اي حساب له في البنك، وعلى الفور اتجهت الى النيابة العامة ومديرية امن القاهرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة والقبض على المتهمين منهم لله وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم، ضيعوا عليا تحويشة العمر بعد ما حطيت كل فلوسي في الشقة دي. الخلاصة ان هو اشترى باع شقته ب 900,000 جنيه لواحد. فالراجل ده اداله الشيك بتاع 900,000 جنيه بعد ما كتبوا العقد وسجلوا وخلاص كل حاجه، اداله شيك ب 900,000 جنيه حق الشقه. راح عشان يصرف الشيك لقاه مزور، فطبعا رفع قضيه على المتهمين اللي عملوا معاه كده. لا حول ولا قوه الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل في النصابين، حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد ياخد قرش واحد تعبان فيه طول حياته وطول عمره في لحظه ينصب عليه وياخده ويمشي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أتمنى منكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة.